مشاهدينا، ننتقل الآن لمؤتمر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. Еще хуже. Неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. ذلك تصرفات النازيين الجدد وتعاملهم مع المواطنين الأوكرانيين الذين يستخدموا كدروع بشرية كما ذكرتم. فعلى سبيل المثال في مدن دنباس يوجد أشخاص يعيشون في مباني متعددة الطوابق ويجبر هؤلاء الأشخاص على النزول إلى طوابق الوسطى، وفي طوابق العليا ينصبون المدافع بالإضافة إلى الرشاشات. فقط الفاشيون كانوا يتعاملون بهذه الوحشية مع المواطنين الأبرياء. أكرر، الجنود والضباط الروس يسعون إلى الحيلولة دون سقوط الضحايا بين المدنيين الأبرياء، ولكن للأسف يسقطون ضحايا في هذه المعارك. ويجبنا تقديم الدعم لأسر أصدقائنا ورفاقنا الذين سقطوا دفاعا عن شعبنا، ولجميع أسر العسكريين الذين سقطوا في سير المعارك دفاعا عن وطنهم. سيتم تخصيص ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших. Но кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату.